السلام عليكم. سنلفت الانتباه إلى طريقة شائعة ولكنها خطيرة عند إجراء تطعيم الأشجار. كما تشاهدون، يحاول هذا المزارع نزع البرعوم من قلم التطعيم، ولكن يضع قلم التطعيم على رسغ يده، وباليد الثانية التي فيها موس التطعيم يقوم بنزع البرعوم، ولكن قد يفقد السيطرة على موس التطعيم الحاد جدا، وقد يجرح رسغ يده. إصابة الرسغ خطيرة جدا لأنها تحتوي على شرايين وأوردة وأعصاب وأربطة، لذلك هي تشكل خطرا مهددا للحياة. وهذا فيديو آخر يقوم بنزع برعوم التين بنفس الطريقة، بأن يسند قلم التطعيم على رسغ يده، واحتمال أن يجرح رسغه احتمالا كبيرا. وهنا نفس الشيء، ومع أن طريقة التطعيم من الناحية الزراعية هي صحيحة، ولكن من ناحية الأمان والسلامة فهي غير صحيحة، لأنها قد تؤذي رسغ اليد. فكما تلاحظون، احتمال أن يفقد السيطرة ويصيب رسغ اليد احتمالا واردا. مع أن طريقة زراعية طريقة صحيحة. وهذا فيديو آخر تعليمي لكيفية بريء قلم التطعيم، ولكنه يقع بنفس الخطأ. فلاحظوا اتجاه الموس باتجاه الرسغ. السبب الذي تعتبر منطقة رسغ اليد منطقة حساسة جدا، لأن يمر فيها شريان الكعبر والشريان الزندي، وهما شريانان يغذيان اليد بالدم. فمن جهة الإبهام هنا يمر الشريان الكعبري، ومن الجهة الأخرى هنا يمر الشريان الزندي. الشريان الكعبري هو شريان كبير وسطحي، فمن السهل إصابته، وفي حال إصابته يحدث نزف صاعق مهدد للحياة. وهو نفس الشريان الذي يجلس الطبيب النبض فيه للمريض. ينصح عند نزع البرعم من القلم استخدام طاولة أو لوح خشبي للمساعدة، بحيث نسند عليه قلم التطعيم، ويكون اتجاه الموس بعيدا عن اليد كما مشاهد. إذا الموس بعيدا عن اليد، عن أصابع اليد، وثم نقوم بنزع البرعم عن قلم التطعيم. أما لنزع البرعم مع الخشب أسفله، فتكون الطريقة بطريقة القشط، كأننا نقشر قطعة فاكهة. وهنا إعادة لطريقة نزع البرعم بطريقة القشط، كأننا نقشر قطعة فاكهة. أما الطريقة الصحيحة لبري القلم، فيكون موس القلم بعيدا عن الجسم، ويفضل أيضا لبس قفازات. في النهاية تحياتي لكم، بالأمن والسلامة، وإلى اللقاء.